وصلنا بقى في رحلتنا للمطبخ، والحقيقه ان احنا من بدايه الرحله عمالين يسالوني يقولوا لي هنخش المطبخ امتى، هنخش المطبخ امتى. هل ده معناه ان انتوا بتحبوا جدا تساعدوا ماما في المطبخ؟ اه بجد. وبتعملوا اكل بقى وشرب وعصاير وحركات؟ اه. طيب احنا النهارده عندنا حاجه لذيذه قوي، عندنا مجموعه فواكه هنعمل بيها عصير، وعندنا مجموعه خضروات هنعمل بيها شوربه خضروات، فاكيد الفوائد فظيعه وجاهزه جدا جدا جدا. عندنا بقى ايه هتساعدوني النهارده بقى يا اولاد ويا شباب ويا بنات؟ حضرتك هتحطي الموز، عندنا موز، وحضرتك هتحطي التفاح. حطوا لي يلا موز وتفاح، حطوا على طول يلا هنبلند. اه حطيه كده سيميه، حطيه. لا مش لازم تقطعيه، احنا كده كده هنخلطه يعني، فانت مش لازم تاخدي وقت زياده. بالظبط، ما تتعبيش نفسك يعني يا استاذه. اسيبي اخر واحده من ليه؟ حط كله يلا يا عم. كله؟ ايوه. امال ايه؟ واعمل ايه تاني؟ هنحط برتقال يلا. دي برتقال يلا. برتقال حلو كده. المكان مش هيكفي. لا هيكفي، ما هو كله هيتخلط في بعض. اوكي؟ مش مهم. مش مهم، ممكن بقى ايه؟ حاجة اللي بنخلصه بنحطه تحت، ممكن تساعدينا يا شوفي؟ اوكي؟ تحت. وبعدين هنحطه كده اهو، لسه هنحط لبن الأول. معانا لبن. عشان يبقى إيه فواكه باللبن. يومي قوي قوي الكلام ده يا بنات ويا ولاد، صح؟ سهل قوي الموضوع، إحنا عملنا إيه؟ جبنا تفاح قطعناه قشرناه، جبنا موز قشرناه، ممكن تحطي دي تحت يا مرمر. ممكن معلقة يا أستاذة. وجبنا برتقان قشرناه وقطعناه، حطيناه كله مع بعض في الخلاط، حطينا كوباية لبن كبيرة، هنحط عسل عشان يبقى بقى إيه مسكر وفي نفس الوقت مفيد، العسل مفيد قوي صح؟ قوي قوي. العسل بيخليه مسكر. بيبقى مسكر وفي نفس الوقت مفيد جدا جدا بقى مع إيه؟ بيكون كده مسكر. مع العصير التحفة المفيد جدا اللي إحنا عاملينه ده. بالظبط كده. يلا ممكن ست البنات شاطرة. طبعا لازم ايه نتاكد ان احنا نبقى بنقفل البلندر بتاعنا كويس قبل ما نشغل. يلا يا مروه يلا يا مروه يا سيدي. انا على الحاجات اللي بتتخلط في بعضها. شكله حلو قوي صح؟ بس حلو كده. شكرا يا مرمر. فين كوباياتنا الحلوه؟ اهي هنجيب الكوبايات بتاعتنا نصب العصير بتاعنا اللي هو كوكتيل مليء بالبروتينات والفيتامينز، فيتامين سي طبعا في البرتقال، والبوتاسيوم في الموز والتفاح، في فيتامين برضو. وان ابل ا داي كيبس دكتور اواي، بنقول دايما ده تفاحه واحده في اليوم تخلينا عندنا مناعه قويه. سلام على العصير. تسلم ايديكوا والله. خمس تفاحات في العصير. اه خلينا اقوى. خلينا اقوى طبعا، بس هم مش خمس تفاحات يا مرمر، هم تفاحه متقطعه خمس حتت بصراحه يعني. يعني عشان ايه نبقى عارفين المقادير برضه. وكانوا ثلاث اربع موزايات، وكانوا شويه برتقان كده، برتقانايه متفصصه. ايه رايكم تدوقوا وتروحوا تدوقوا ماما، ونروح بقى نشوف هنعمل الشوربه بتاعتنا ازاي مع البنات؟ ايه رايكم؟ دوقوا كده. يامي حلو صح؟ روحوا دوقوا ماما. يلا يا بنات تعالوا نعمل بقى الشوربه بتاعتنا، هنشوف هنعمل شوربه الخضار ازاي. رحلة سعيدة. تعالوا بقى كده يا بنات نشوف هنعمل ايه النهارده في الشوربه بتاعتنا. ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده يا ملك؟ لبن. لبن. وده ايه؟ مشروم. بروكلي. جزر. بطاطس متقطعه ومتقشره ومتقطعه طبعا. وده ايه؟ كوسه. ده مش خيار، دي كوسه. ودي كريمه بتاعتنا، اوكي؟ طيب بنعمل ازاي بقى الشوربه بتاعتنا يا بنات؟ بنعملها ازاي؟ طبعا بنفتح، هو في هنا، هو في هنا يا ملوك. بنفتح النار بتاعتنا ونخليها تسخن شويه، وبننزل بايه؟ دي ايه دي؟ سمنه. زبده. ايوه. مين بقى بيساعد ماما؟ قولوا لي. بتقفي بقى على النار؟ لا. ولا بتعملي ايه؟ انا بقف على النار. مين بيقف على النار؟ انا. وريني كده، بتقفي على النار في كل الحاجات؟ ولا ماما بتبقى واخده بالها بقى من حاجه وحاجه؟ لا انا، ماما واقفه على حاجه وانا واقفه على حاجه. اهي ابتدت تسيح. يلا يا ست البنات سيحي الزبده.
ماشي ملوك. احنا هنا هنعمل ايه؟ احنا محضرين كل حاجه عندنا اوريدي. هنخلي ملك هي اللي تبقى بتسيح الزبده. اوكي. ممكن يا بيرلا تحطي شويه بصل مثلا معاها وهي بتسيح الزبده. شويه. معلش يا ست البنات كده، حطي يلا عشان تبقوا ساعدتوا بعض. حطي شويه بصل حلوين. ايوه بالظبط كده. شكرا. ايوه اللي احنا مش عايزينه بقى بنحطه تحت. يلا حطيها في الدرج اللي تحت. انتي بقى يا قطوطه عشان دي حركه مهمه جدا عشان بنسيح الزبده ومعاها البصل. ممكن تديني مساحتي؟ تعالي ناحيتي كده. ايوه شطوره. طيب مين بقى بتطبخ ايه اصلا مع ماما؟ احكوا لي كده لغايه اما ده يسيح كده. احكوا لي. انا بطبخ ساعات الرز. انا بعمل الرز وكده. وساعات انا بقى بجد تعملي رز من اوله لاخره يعني، تغسليه وتعمليه على النار؟ والله شاطره. اوكي وايه كمان؟ انا بقعد اعمل الفطار معاها وادي الاكل على السفره. اه وتشيلي المواعين وتغسليها. وبيرلا بتعملي ايه؟ انا ساعات بعمل مكرونه بشاميل مع ماما. مكرونه بشاميل؟ تعرفي تعملي البشاميل؟ تعرفي؟ يعني ماما اللي بتعمله. بس طب هنعمل حركه كده شبه الحته بتاعت البشاميل. بس طبعا احنا ما بنعملش مكرونه بشاميل. احنا هنحط ايه حالا؟ لبن. ده ايه؟ دقيق. دقيق. هيقول لك معلقه؟ لا ممكن الدقيق اصله بينزل كده مع الدقيق بقى والزبده والبصل. بس كده حلوين قوي الحبه دول. لا مش عايزه تاني خلاص. هنقعد بقى ايه، دي مهمه قوي الخطوه دي، ان احنا الدقيق نقعد نقلب فيه كده، نقلب فيه كده، نقلب فيه كده، نقلب فيه كده. مين هتصب لي ميه؟ انا. بيرلا بقى. بيرلا ما عملتش يا ملوكه حاجه. استنى يلا بيرلا. ممكن بيرلا صبي لي شويه ميه يا بيرلا كده. يلا اتفضل امسكيها. امسكيها من هنا يا بيرلا، انت بتصبي. يلا. ايوه شكرا. حبه حلوين، حبه حلوين، حبه حلوين. احنا بنعمل شوربه. حبة حلوين. ايوه كده. شكرا يا ست البنات. ونقلب نقلب. شيلوا بقى شيلوا. نقلب 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 نقلب. نقعد نقلب 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 نقلب. طيب المفروض ان احنا نقعد نقلب حبة حلوين عشان نخلط الخليط في بعض. اوكي. طبعا احنا برضو ايه هنشوف الايه عندنا. هنعمل كده اهو. اوكي ونقعد نقلب 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 نقلب. يلا تعالي هنا بقى يا ملوكه، اقعدي قلبي 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 قلبي. وهي بتقلب بتقلب بتقلب، هننزل الخضار بتاعنا. طبعا هتغلي، المفروض ان احنا هنسيبها تغلي وهنقوم منزلين الخضار بتاعنا اللي هو ايه ده؟ بطاطس. بطاطس. الاول هننزل الحاجات اللي بتاخد وقت عشان تستوي. اوكي. وبعدين الجزر ياخد وقت. يلا في الدرج على طول نحط الجزر بتاعها. طيب ايه كمان بياخد وقت يا بنات؟ ايه كمان بياخد وقت؟ الكوسه. صح؟ هقول. كنت لسه هتقولي؟ ما قلتيش ليه؟ الكوسه. حلو الكلام؟ ماشي حلو الكلام. وبعدين هنسيبها تغلي وهي بتقلب كده اهو، ونقوم حاطين ايه بقى؟ شوربه الماجي بتاعتنا. مرقه كده ومحطينها. ونقلب نقلب نقلب. ونقوم حاطين شويه فلفل. احنا حطينا ايه؟ مرقه صح؟ واحده يبقى معلقه فلفل واحده. هنحط، لا مش قصدي، قصدي ان احنا لو حطينا مرقه واحده، مرقه دجاج واحده، مش هنحط ملح. هاتي بقى المرقه الثانيه وبلاش نحط ملح خالص. هاتي المرقه المكعب. هنحط مرقه كمان وما نحطش ملح خالص، هتبقى لذ. اوكي. ونقلب نقلب نقلب نقلب. وبعدين بعد شويه، ايوه هتفضلي تقلبي، هتسيبيها هتاخد غلو. بعد غلوتين هتبتدي بقى الكوسه والجزر والبطاطس يطروا يستوا. نقوم حاطين ايه؟ البروكلي. بالظبط كده. بعد ايه؟ غليتين. صح يا بنات؟ حطي شويه بروكلي حلوين كده. بتحبي البروكلي قوي والله. ما هي راجعه اهي، حطيناها كلها. هتدوقيها حالا. وبعدين
بعد برضو غليتين من البروكلي نحط شوية مشروم. يامي بقى، يبقى يامي قوي 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 قوي. الحاجات دي بقى طبعا بتاخد وقتها انها تغلي. طيب بعد ما تغلي يا بنات، وبعد ما تبقى خلاص شربت ميتها وقربت انها تستوي، هنعمل ايه؟ اخر خطوتين هنحط شوية لبن حلوين عشان تبقى وايت، وشوية كريمة زراف برضو عشان تبقى وايت وايت يعني، ونسيبها تغلي وتقلب خالص خالص خالص. قلب؟ نحطهم تحت طبعا قلبيها، وهنبقى بنحطها ده ايه ده؟ ده بودرة توم. بما اننا حاطين بصل ومحطيناش توم، هنحط توم بودر. اوكي؟ كده هي تقريبا جاهزة انها تبقى بتستوي كشوربة، خلاص؟ هنغطيها ونسيبها طبعا تغلي بتاع 10 دقايق او اي حاجة، بس احنا بقى مجهزين لكم يا حبايبي الحلوين الشوربة بتاعتنا، اللي هي بعد ما اتعملت واستوت على راحتها وخدت وقتها في الغليان، دي طبعا بتستوي لوحدها، نقوم احنا جايبينها كده اهو ومقدمينها ازاي كده اهو. انا اللي هصب. لا انا اللي هصب. دي بتاعتي دي بقى. ماشي. شايفين بقى بعد ما بتاخد وقتها طبعا بتبقى جميله، شامين ريحتها الحلوه. تعالوا بقى نصب كده الشوربه بقى في الشتاء يا ولاد، يا سلام. وشوربه الخضار دي فيها كل الخضروات اللي ممكن تبقى مفيده، وطبعا ممكن طول الوقت نزود شوربه الخضار بالذات، نزود فيها اي خضار بنحبه، اي خضار بنحبه نزوده. طبعا الشوربه اللي احنا لسه عاملينها دي هتطلع زي دي بالظبط، لان احنا مشينا على نفس الخطوات، بفرق ان احنا مستنيين ايه؟ شكرا يا ملوكه، مستنيينها تستوي على راحتها طبعا، والخضار يطرى ويستوي. بكده نبقى عملنا شوربه خضار لذيذه يامي، بتدفي، هتموتي وتدوقي، دوقي دوقي يلا دوقوا، لذيذه وبتدفي ومفيده، وكمان ساعدنا ماما وعملنا وجبه حلوه جدا جدا جدا. ايه رايكم يا بنات؟ حلوه. حلوه قوي ولا حلوه نص نص؟ حلوه قوي. حلوه قوي صح. بيرلا لسه بتدوق، وبيرلا بقى لسه بتدوق، انا كمان هجيب معلقتي عشان ندوق في الاخر. بس اقول لكم ان احنا كده يبقى وصلنا طبعا لنهايه رحلتنا النهارده، وهنروح بقى نشرب الشوربه الحلوه بتاعتنا. انصحكم تجربوها وتعملوها في البيت، ونقول لهم دلوقتي ايه؟ باي باي.